بيتصاب. لا اله الا الله. اول هدف يحرزه الكابتن يحيى الدرع. ايه يا سيد كابتن. تاني كرة يحيى الدرع جبر الخواطر. جبر الخواطر كده خد كورتين لزق واحدة وضيع التانية. يحيى الدرع والكرة التالتة بسلة شافها زينا زيه. يلا عامل بطولة كبيرة جدا بسلة والله، ولكن برضه بيلعب لعيب من أفضل لعيبه كرة اليد مش في الوقت الحالي بس، على مر تاريخ كرة اليد المصرية. وزي ما حضراتكم عارفين كرة اليد المصرية ليها باع كبير جدا في اللعبة. حازم حضر الجون اتنجف أول كرة في العرضة. يحيى الدرع وتاني كرة. يتيح بتاني كرة. آخر كرة الكابتن يحيى الدرع في شباك حازم حضري. واحدة كده لب، لكن حازم حضري بيتصدى لها. وشايفين بقى اللحظات الحلوة. كاميرات يا جماعة، كاميرات فين؟ سرنا كيو.